حتى زمان سيدنا عمر بن الخطاب الشيخ تقسيط معروف ينورغز سليهم توثيس صوثيس فلاس ينوسي راح يشتكي الخليفة سيدنا عمر إلا قصة خامسة دي ستوت ويسلام يسلام طن سيدنا عمر سليه صوثيس يسد يغال يمي دي فرق سيدنا عمر الخير جي كدي يشقال نيسا وسير تشتكي وفير أكثر يوكين قار سبحان الله تولد نيسا الخير نيس كذا وكذا نيسا جماعة لا تنسول فضل بينك وشوف ينيس سيري ذاك القشيك الله سقويك دلقوت تربيك الدريك تخدمك كذا وكذا ولم تؤمر بذلك الله أكبر جمهور الفقهاء سيدنا عمر الله أكبر جمهور الفقهاء قال قام الخدمة تبطوثي ورقزيس من باب الإحسان مش من باب الوجوب ومشي تسيطين اللي رانك نقام الخالات وخدم تاري ورقزيس ستمي بالصح من باب الإحسان ومن الحقوق الشرعية ورقزيس مطوط فانت أي نظنك وثلين العيبة ذيك ساعة لبس بيهم كثم وراء نظنك المهنس عندي خدامين سعني خدامين ماشي اسم الدين ايه مش لازم مش ما هو ماشي اسم الدين سبحان الله خدمنا الشيخ الشيخ الحمان يلور بثورة يكفى طربك هذا هو تخدام نكون الدين عمر سواء شنيا خاطئ الكنيسة هنا سيدنا عمر أن يستخدم ما كونش ثان بلا ما يوم غيتي ضرب بها أن يس على جال ديفو ضم زيانة واحدة سبحان الله تصدام ضخاميك سبحان الله وفيس بير صح تي الخالد دانا يرقزن كيف كيف العبد إلا قرر غادي تصير خير إيه إلا قرر إلا قرر تشون الفضل بويك على سن إيه وتلقيت شام عيشت تم عيشت فينا في الطاعة فينا في القدر